هاي النحلة من هاتاي؟ كلهم هاتاي؟ ايه؟ بندورة من وين؟ جي من هاتاي؟ ايه؟ كمان هاي بنجان بندورة بادونة وهل من هاتاي؟ كمان هاي جاي من هاتاي جاي بالعالم كله من هاتاي الله الله وأنا من هاتاي حلب هاتاي كباب بنجان؟ بنجان متر كباب متر كباب متر طب وين هذا البقدونس هيك اطلع؟ يعني انت تابع انا بايع سوي هيك مونتاج تك تك مونتاج اها جهز لي اياها مشان ما اتعب بالمونتاج الله الله يا براك الله وين السيخ؟ وين الله كم متر هذا؟ هذا اكثر من هيك اوه هذا كله هذا يصير كباب؟ هلا هلا يا بابا سيدي مبسوط يا بابا ونسيت النور يا بابا هلا هلا يا بابا سيدي منصور يا بابا طفي النور يا ماما لا تحطي نسيت كباب يا بابا الله 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 والله عرس عرس هذا لازم والله انت 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 جوز انا؟ ايه انا بكير بكير الساعة حبيبتك في؟ ايه في والله ايوه خلاص هاي التلفزيون لا لا سنجل انت في؟ لا ما في؟ براك سنجل اها بستناك طيب ليش ما في؟ انا حب شغل انا جوز ما شغل اها انا هو بحب الشغل اها يعني استنى درت مليون طاق جديد اول ها نيس في كل يوم يعني ها؟ اي صح مثل هيك انا اعرف مثلا ناس عربيه حبك في ناس تركيه كمان حبك كثير حبيبي والله انت كل وطن عربي يتابعه حبيبي كله والله وفي كثير ناس ما بتعرف انه براك بيحكي عربي منيح حبيبي انت تفهم عربي اكثر ما تحكي انا بعرف انا اكلم عربي انا سته وجده ما بعرف تركي بس بعرف عربي اها انا من حطي انطاكيا ايه بعرف ايه انا بلد كنت من سوريا اها كل اصدقائنا بعرف حطي انطاكيا بعرف عربي لانه ضيعته على الحدود السوريه تماما ضيع على الحدود يعني هي ايه. فجده ونانته بيعرفوا عربي منيح وما بيعرفوا تركي عبال لي هلا فهو يعني البيئه اللي كان ربيان فيها اكثر كانوا يحكوا عربي وهيك متعلمين على الطبخ العربي وهلا اكلات هي الله الله زور براك سوا كل شعري لحمه والله انا خايف ما حد يصير لحمه او لحمه اصلا صار ثلاث مرات كمان الحاج ما كيفك وين فيك الله الله حاضر هلا بنمشي بخط لازم نمسك انا وانت هون يلا يلا هلا هذا شيف محمود شيف محمود ايه هلا هذا هذا الاكل عشان هيك كمان الله لحم خبزه بلاش لحم الخبزه رح يطلع هلا هذا مشويه بعد كله مع بعض بعدين ان شاء الله بعدين كنافه هي شطه هيك بعد الاكل كمان ايه اوكي الله ريدي ريدي اوكي 1 2 3 ماي فريند ليتس جو الله الله كم دقه هذا؟ هذا 5 دقائق 5 دقائق هلا بدنا نستنى نروح على الفرن يلا. نشوف الاكل يلا هلا بدنا نشوفه تعالوا تعالوا على الفرن تعالوا صار برافو صارت هلا هلا انا تفضل تفضل اتعب ايه اوه شلون شيل هذا؟ يلا هلا طلع المنظر اوي 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 هذا خبز صارت هلا الاكله خبز مع لحمه الله الله شايفين كيف هذا الريحه يلا هذا فطر ريت الله يلا يلا خلينا اوكي حلب اوف اوف على الكباب البنجان قرب يا طيب
والله في هالجمعة الحلوة مشتهي هيك كل أصحابي وأحبابي يكونوا معي، يعني سيخ قضاء طوله متر وين نروح ما بعرف. الله الله يا بابا وسيدي منصور يا بابا. بعده هيك براك كم هل بي هل براك. هلا سلم داخلك والله الله يسلمك. يلا شوف والله تعبنا حبيبي والله سلم داخلك. هل ما خمسة هون ما خمسة هون امسك يلا يا رب 1 2 3 الله 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 هلا والله هاي شو هاي؟ من هاتاي هاي؟ لا هذا هاتاي يا زول براسي في جوا فحم شوف ايوه شوف فحم فحم شوف اسبون جوا طلبته انا مسافر انا سوي هوم ورك فحم بعدين حتى كباب هون ليش؟ انا اسبون طاقي شوي مسافر اي سجاره لازم مبر يعني في مشويه بعدين حتى تحت مشويه شوف فحم يبال سخن هاي مشان الزبون ياكل شوي ويتهنى عشان يضل الاكل سخن يعني ما يبرد. اي نعم كمان هاي هاتاي جديد كمان هاي هاتاي كمان هاتاي هاي جاي من هاي هاتاي يا رب انا هلا صرت بدك اشارك والله شيء طيب يعني 1 2 3 كيف؟ دواش أحمد كيف طيب؟ لحم كتير طيب عن جد دواش كيف واو كم بقى جاء؟ نوع شوف جاء أما كل الناس حب البقلجان ما هيك؟ لذيذ ها؟ لا العرب كتير يحب البقلجان ايه ليه؟ ما بعرف انت مش دمو وانا كمان طيب كثير طيب الله ها شو بده اتجيك معه يعني شو بده لازم تشرب معه شرب ما شو لازم شو لازم ماي ورد ماي ورد ايه عم تارك ماي ورد شو ماي ورد هذا سبيشل مطعم قلت له شو لازم اشرب مع هالاكله قال لي ماي ورد ايه ايوه يلا جاي هلا انا طاب ماي ورد ماي ورد جاي من ذا هات هات كمان هات كلهم هات ماي ورد هذا كمان طبيعي مو بعصير عصير ما في عصير ما اكلت هلا ايوه ماي ورد لك انا هلا صار شرطك لا انت قول انا اكل حالي ها انت مسافر انا وطعمي عبال لي انت ضيف لازم انا اسالك وانا لان مسافر راح اضيفك هاي صحتين حبيبي الله يبارك فيك قرب كبيرة ما يا الله شوك نص ما شاء الله هاي السندويشة من عند ايدين براق سوا لنا اياها يا رب ها هاي ماي ورد هذا كله لا هذا بدون اسيد اسيد ما في شمل طبيعي ما اكل شرب اسيد في خرمان يعني هون فهمت بعدين اما هذا مو مرتاح لك شوف ورد اي ورد مثلك حبيبي يا جماعه اول مره انا عن جد انه بجرب يعني ورد ميه ورد مع كباب طيب هذا وين يسوى هذا؟ هذا سوي هون جاي حطاي بعد ماي ورد هون سوي ريتشل ريتشل يعني اصل ماي اصل شيء ورد اصل بعدين حتى ماي مشكل بس هذا هاتاي بياكلوه مع البنجان كباب ما اكل هذا كل شيء هذا جديد اول مره انا اعرف اهلا وسهلا والله اي والله هون مطعم مدينه كله جديد